من بغداد ينضم إلي نجم قصاب، رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام. سيد قصاب، أهلا بك. يعني ما الرسائل اليوم التي يحملها ماكرون بهذه الزيارة إلى العراق؟ بالتأكيد يحمل في طياتها هذه الزيارة منها عدة ملفات يفتحها مع الأطراف السياسية، خصوصا هناك تناغم وتقارب بين الرئيسين إبراهيم صالح والسيد الكاظمي. الأمر الآخر، هناك ربما ملفات سريعة وملفات استراتيجية. السريعة هي إبرام العقود التي اتفقت بها فرنسا مع العراق، خصوصا الرادارات التي في حكومة السيد عادل عبد المهدي، لكنها ألغيت من قبل الجانب الأمريكي وضغطت ثم لم تستطيع أن يمرر هذا العقد. الآخر، الطائرات البافال، هذه الطائرات الفرنسية التي العراقيين وخصوصا الطيارين يمتلكون الخبرة في قيادة هذه الطائرات وخصوصا الدفاعات الجوية، لأن هناك خروقات حقيقية بدأت في الأشهر أو السنوات الماضية خصوصا من بعض الدول المجاورة في العراق، مما يجعل هذه الدفاعات تحمي السيادة العراقية. رغم أن السيد الكاظمي كان وما زال يعتمد واعتمد على الاستخبارات العسكرية وكذلك وكالة الاستخبارات الداخلية، لأن اليوم لا نحتاج إلى أسلحة ثقيلة ولا نحتاج إلى خطط كلاسيكية، نحتاج إلى جهد استخباراتي من الدفاع وكذلك وكالة الاستخبارات في الداخلية، على الأقل نصل إلى المعلومات وإلى الأطراف وإلى الأوكار الداعشية. الأمر الآخر، هناك ربما أهداف استراتيجية، هو بعد وجود وتواجد وتمدد الجانب التركي على السيادة العراقية في إقليم كردستان، تحاول فرنسا وبعض الدول الاتحاد الأوروبي بعدم جعل هذا التعدي أو هذا التمدد الواسع، مما تعطي قوة أولا للقوى السياسية الكردية، لأنه سوف اجتمع مع نجرفان رئيس وزراء إقليم كردستان وكذلك مع الأطراف السياسية العراقية. هذه الأهداف لربما تصب في مصلحة العراق، لابد أن يستغلها ويستثمرها، خصوصا هناك سبات من قبل الجانب الأمريكي وتراجع من قبل الجانب الإيراني. وأعتقد العراق وخصوصا السيد الكاظمي يمتلك النزعة الإصلاحية بالانفتاح والإصلاح على الجميع بغض النظر هذه الدولة أو تلك الدولة، لأننا اليوم بحاجة للكل. سيد قصاب، الرئيس ماكرون تحدث على أنه التحدي الثاني للعراق اليوم هو التدخلات الخارجية، وأكد على ضرورة سيادة الدولة في العراق. ماذا يقصد بهذا التحدي؟ وهذا ما أنا أشرت إليه في البارك الأول، بأن تجاوزات حدثت من أغلب دول المجاورة خصوصا الجانب التركي وحتى الجانب الإيراني، برغم هناك تراجع حقيقي بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم وكذلك انتشار الكورونا وانخفاض أسعار النفط، هذه كلها تؤثر بجعل هذه التدخلات لربما يجعل خفيفة أو بطيئة أو متراجعة. كيف؟ عندما يكون هناك توحيد في الخطاب السياسي وتوحيد في الخطاب الإعلام العراقي، أنا أعتقد العراق سوف ينهض من هذه الكبوة ومن هذا المأزق الذي ضرب العراق طيلة السنوات الماضية. إذن هذه الزيارة أعتقد حتى هو حمل ونقل رسالة من الأطراف اللبنانية ما الذي يمكن لفرنسا سيد قصاب أن تقدمه اليوم لمساعدة العراق؟ يعني ما نوع المبادرات على الصعيد السياسي؟ أولا، على الصعيد السياسي تستطيع فرنسا إعادة العراق إلى المحيط العربي وخصوصا الخليجي. هناك دول تمتلك الأموال والاستثمارات والشركات العملاقة الواسعة الكبيرة. الأمر الآخر، تستطيع إعادة العراق إلى الاتحاد الأوروبي وكذلك إلى الأمم المتحدة، بأن يكون العراق مدعوم من هذه الدول، على الأقل يكون دعما للاقتصاد، دعما للدينار العراقي، دعما للانقسام يجعله هناك نوع من الوئام. هذه كلها تؤثر فرنسا، لا سيما فرنسا مرغوبة عند الشعب اللبناني وحتى عند السياسيين اللبنانيين، لكن على ما يبدو هناك تفاهم أو تقارب بين أمريكا وبين فرنسا ليكون لاعبا قويا في المرحلة المقبلة، رغم أنه لم يكن لاعبا قويا في السنوات الماضية، فقط كان اللاعب الإيراني واللاعب الأمريكي. أنا أعتقد
ربما يكون بديلا عن اللاعب الامريكي، لان هناك انتخابات وهناك امتعاض وانزعاج وانسحاب امريكي من القواعد الامريكيه. هذه كلها رسائل ربما تكون معاهدات واتفاقيات جديده في المرحله المقبله، وتكون خارطه سياسيه تنطلق من الاراضي العراقيه او من السياسه العراقيه باتجاه الدول الاخرى. أشكرك جزيل الشكر نجم قصاب، رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام من بغداد.